ليس هناك علاج باش ما يبقاوش الناس يتسناو ساعه، ومشكل من المرام اللي كتفقد الشعر ديالها كيولي عندها حاله نفسيه. هذا ما تتواتر به يعني البحث العلمي الان في حاصل في الميدان الطبي وفي الميدان حتى العلمي ساينتيفيك. هذا ليس هناك علاج. الامريكيين هكذا الالوبيشا الالوبيسي الالوبيشا يعني نو واي يعني ليس هناك علاج هكذا مستحيل يعني كل شيء باذن الله. طبعا لما نقول ليس هناك علاج معنى ليس هناك علاج يعني معروف وبالطرق التي عهدناها ان هناك دواء سيتناوله الشخص ثم ينبت له الشعر. نعم. هذا غير موجود. هذا ليس يعني انا ارى هناك الادويه الموضعيه يعني وليس الالوبيشا هي اللي ما عندهاش العلاج. يعني تبقى 90% من الامراض الان ما ليس لها علاج، ما ان الناس يتناولون بعض الاشياء ليس وانا اقولها وليس هناك علاج. يعني هذه الاشياء لا نشك فيها ولا نقولها مذبذبين. يعني هذا الربو مثلا، هذا الربو له علاج؟ نعم ليس له علاج. يعني الكورتيكويدات فقط لما الشخص يعيش بالدواء طول عمره هذا ليس علاج. يعني يجب ان نكون واضحين في هذه الامور. هذه مع الاسف الشديد يعني نحن نعيش في هذا العصر، تغيير نمط العيش وسرعه العيش والحاله النفسيه والاضطراب النفسي، ثم ان الابتعاد من الطبيعه وعدم الراحه. الناس الان عدم الراحه، نقول الناس الان لا يرتاحون، لا يرتاح الشخص، لا يرتاح، يعمر 24 ساعة على 24 ويعني ما شاء الله، وينسى نفسه وينسى صحته وينسى أبنائه وينسى زوجته وينسى منزله وينسى. هذه ليست حياة، هذا ليس. والإسلام ينبذ هذه الأشياء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بشيء يعني رمزي، بعض الرمزيات في الدين جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا هذاك 10 دقائق للقيلولة. نعم. قيلولة 10 دقائق كافية. علاش؟ لأن ماشي الوقت ديال القيلولة هو المهم، هو التوقف عن العمل، إما يكون عضلي ولا عصبي. نعم. توقف عن العمل هو المهم. أنك تتوقف 10 دقائق أو نصف ساعة هي نفس الشيء. لما تتوقف عن العمل أن الجسم ديالك، خصوص الناس الذين يعملون بالجهاز العصبي، لذلك لا يعقل يعني حتى الناس اللي كيركزوا كثير هما الربابين ديال الطائرة، هما المذيعين هذول الإعلاميين اللي كيخدموا بالمباشر على الخصوص، اللي كيكون مباشرة أمام الميكروفون يعني ساعة وساعتين وثلاثة، هذا ليس بالسهل. هذه فهذه الأشياء الآن مع الأسف الشديد أن نمط العيش وأن سرعة العيش وأن حالة العيش وأن الشخص الآن نسي جسمه ونسي نفسه ونسي راحته ونسي أكله، فطبعا يترتب عليها أمراض العصر. من قبل كانوا الناس ما كيراعيوش شروط النظافة في الأوائل القرن 19 وحتى يعني نصف القرن 10، بقي عندنا حمى التايفويد، بقي عندنا الملاريا، بقي عندنا أشياء مثل الديزانتيريا، بقي أشياء هكذا تقتل السل، مرض السل، وبقي عندنا الجدري. الناس كانت عندهم شروط صحية متدنية، كان هنا انتقال العدوى مثلا بين الناس في العشوائية. لما شروط الصحة وشروط النظافة وذلك شيء تحسنت، هذه الأمراض أصبحت تاريخية الآن، يعني مرض التايفويد ولا حتى الديزانتيريا، يعني حتى الأمراض السل الآن قلت في العالم، يعني الملاريا يعني قلت إلا بعض المناطق من هذه، لكن حلت محلها أمراض أخرى تترتب عن تهور الإنسان في حياته. هناك سبب للسرطان وسبب للتعلبة وسبب للذئب الحمامي أو الذئبة الحمراء لوبيس، هناك سبب للحساسية، هناك سبب لأمراض القلب والشرايين، هناك سبب للعقم، هناك سبب للخلل الهرموني، هناك سبب لهشاشات العظام، هناك سبب للأنيميا، هناك سبب لمرض كرون، هناك سبب لمرض القولون العصبي، هناك سبب لمرض هذا تقرح المعدة، هناك سبب أحجار في الكلية والأحجار في المرارة، هذه الحصى في المرارة، هذه أمراض لها أسباب يجب أن نعلم ما هو السبب. السبب هو تهور الإنسان في عيشه فقط. لا عرف الناس هذا السبب الرئيس هو أن الإنسان يتهور في عيشه، وأن الله سبحانه وتعالى كيوصينا أن الصحة وأن الإنسان نفسه أمانة، أن يجب يعني وشوف، ولكن في نفس الوقت كيعاتبنا علاش باش يفهمنا بأن كل هذه الأشياء هي منا. كاين الأشياء من الله، كاين ابتلاء من الله، نعم، وإن الله يبتلي العبد بقدر إيمانه. وبعض المرات قد ما كان الله أحب واحد الشخص قد ما كيبتالي باش يشوف اش غادي يصمد، علاش؟ لأن جزاؤه كبير طبعا. وكاين عائلة كلهم غادي يدخلوا للجنة، عائلة كلها، الأولاد والأب والأم غادي يدخلوا للجنة. ما كاينش محسن من هذه، أرقى هي آل ياسير، هذو اللي كانوا كيعذبوهم الكفار من اللي نزل الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لهم صبرا آل ياسير فإن موعدكم الجنة. من اللي غادي يسمع الشخص هذه واخا ينزلوا فوق الحجر ويكويوه ويحرقوه ويطحنوه بالمنشار، من اللي غادي يسمع موعده الجنه طبعا الاشياء اخرى لا يعني سيستحمل كل شيء. يعني صبرا على ياسر فان موعدكم الجنه، ليس بالسهل. ليس بالسهل،
هذا فوقع الناس الذين أودوا في سبيل الله كلهم عندهم جزاء أكيد. لأن الله كيخلص ولأن الله سبحانه وتعالى رحيم ولأنه عزيز ولأنه حكيم ولأنه ودود ولأن كاع الناس الذين أودوا كي العبادة طبعا خص يموت على الفطرة ويكون ولكن الذين أودوا في سبيل الله هادو عندهم جزاء خاص الذي يعني كيأديه الناس في سبيل الله لأنه يدعو إلى الحق ولأنه يقول كلمة الحق ولأنه يعني يريد أن يعيش الناس بسلام هؤلاء الذين أذوا حتى الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يعني في من الأنصار والمهاجرين في نزل الإسلام والناس اللي تعذبوا ناس من تطار يعني من هروب الشيخ ابن تيمية اللي من هذا يعني الناس الذين أذوا في سبيل الله وعيبوا أول أمس بالبوسنة المسلمين شنو وقع لهم بالبوسنة والأمسلمين شنو وقع لهم الآن في فلسطين لما الطفل الآن تمزقوا بيديهم أطفال فلسطينية يعني الذين أودوا في سبيل الله جزاؤهم كبير عند الله الناس يعرفوا هذه الحقيقة هذه فهذه المسائل الله سبحانه وتعالى يعطينا واحد الآية قرآنية أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير هو من عند أنفسنا لما تصيبنا مصيبة فهي من عند أنفسنا هذا المرض هذه الثعلبة تكون بقع أولا تبدأ ببقع في الرأس ولماذا سميت الثعلبة لأن 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 الناس ما عارفين شنو الثعلب الثعلب كيكون دائما الشعر ديالو فيه بقع ولذلك سمي وحتى اللون يعني ديال الشعر ديال الثعلب هو لون بشع لون بشع لون خيب ماشي زين اللون ديال الثعلب ولذلك حنا كنقولوا متعلب وحتى القمح عندنا في الشاويه ملي كيحرق كيبقى تبان سبوله بيضاء وسبوله خضراء كنقولوا ليه متعلب فهذا اللي باش انا كتعكس واحد يعني الوصف ديالها في التو العرب كيعرفوا يسميوها واخا الاسماء المصطلحات اللاتينيه كيسموها باسباب ديالها ولكن حنا عندنا كنعرفوا نسميو الاشياء وممكن أيها المؤمنون والمؤمنات نرفع الآن إلى مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلا والنواحي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا هكذا إخوة الإيمان أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلا والنواحي نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه سميع مجيب أنتم دائما في الاستماع إلى إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط كنسميو جميع الأمراض بتسميتنا ممكن نعربوا جميع الامراض وممكن نعربوا جميع الاسامي ماشي 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 مستحيل هنا يعني كاين الناس اللي كيقولوا بان العربيه عاجزه انا ماشي العربيه اللي عاجزه كاين الناس هما اللي عاجزون اما اللغه ليست عاجزه فهذا الشكل اللي كيولي الراس فيما فيه بقع اما كياخذ واحد الجنب كله كيمشي منه الشعر وكيبقى الجنب الاخر ومن بعد كيرجع بحال من جهه تحت القرن هذا من فوق الاذن من اللور هذا يعني كي انا شاهدت بعض النساء وكيكون في الوسط بعض المرات يكون في الوسط علاش لان الوسط هو اقصى منطقه ما كيوصلش ليها الدم في الراس ولذا كنلاحظوا على ان الناس اللي كيعملوا كيموثيرابيا
ديال السرطان ان طبعا الخلايا الحساسه والخلايا اللي كيتراكم فيها السم وما كيرجعش هي الخلبوصيلات، هادو خلايا ديال الشعر اللي كيموت الشعر. يعني مازال الناس اللي كيعملوا كيموثيرابي هو تسمم هذه الخلايا، ولكن من بعد كيعاود ينبت شويه الشعر ملي كيحبسوا الكيموثيرابي كيعاود كيبقاو دوك الخلايا حيه. اما الثعلبه لا، الثعلبه هي تقتل هاد الكوير شوفيلي، هذه يعني هاد البصيلات هادو ديال الشعر، هادو الخليه كتموت يعني تماما، كتفقد الخاصيه ديالها بإعاود اعاده باش تنبت الفيزيولوجيه تاعو ترجع من جديد وتاخذ هادوك البروتينات باش تنبت هذاك الشعر، يعني الكيراتين وهاد الاشياء. يعني ميكانيزم ديال خروج الكيراتين من هاد البصيله هو ميكانيزم مدقق جدا. وهذا خلق الله. كاين الان جميع الامراض التي لا علاج لها هي جراحه. حتى السمنة الآن كاين واحد عملية الانشطار البايباس هي اللي ولات تعمل دابا المعدة. جميع الحلول الآن اللي ما كايناش هي حلول جراحية، وكاين الناس زرع الآن دابا زرع الشعر. الإنسان ممكن تسقط من عنده 100 شعرة ولا 200 شعرة في اليوم، ليس هنا عادي، بالعكس عادي جدا. ولكن باش تسقط من عنده فوق 15,000 شعرة في اليوم، يعني هذا غير عادي. نشوفوا غير النساء مثلا اللي كيصبح الشعر ديالهم في الوسادة، كيصبح الشعر في الوسادة خاصة تعرف بأن خصوص ملي كيسقط ماشي في الغسيل، ملي كتكون المرأة تغسل سقط في الغسيل مع المشط معنا عادي، كيبقى الشعر في المشط ماشي مشكل، كيعاود يتجدد. ولكن ملي كيكون يعني بشكل كبير جدا وكثير، يعني ملي كيصبح في كيكون غير عادي، هنا كيكون غير عادي، لان واحد مشى بواحد السرعة طبعا غادي يمشي واحد الصلع تام وكثرة. هذا فهذا سقوط الشعر، يعني هذا ممكن يكون سقوط الشعر من بعد الأدوية. ممكن يكون سقوط الشعر بالتسمم اللي كنا من قبل نسميوهم مكلين وشي حاجه ولا واكل شي حاجه ولا حاجه، يعني هذا يعني عن قصد ولا عن غير قصد. المهم هادو كان كيطيح لهم الشعر والوزن ديالهم كينقص. ملي كينقص الوزن كيتساقط الشعر، هذه معروفه جدا في الاناتوميه وفي العلاقه ما بين ملي كينقص الوزن كيتساقط الشعر وكيبداو حتى السنان يتخلخلوا فعلا. يعني هذه اشياء يعني كتبين لك ان حاله الجسم حاله مزريه، ان الجسم مريض، انه مصاب بشيء. هناك تساقط الشعر لبعض الجراثيم ديال بعض الخمائر، فطريات خمائر، لان الخمائر يعني في علم الجراثيم المايكولوجيا هذه فيها داخلين فيها الخمائر، لان المولز بالفرنسيه شامبينيون هو داخلين فيه الييست، الخمائر داخلين مع كنقولوا موازيسور، هادو المولدز، وكاين هادو داخلين معهم الخمائر، الخمائر كيتصنفوا مع الفطريات. كاين الكانديدا، هذه يعني خميرة الكانديدا. هادو الخمائر ممكن داركوا ديك المنطقة اللي ضربت، ممكن يعملوا بعض الأشياء باش يحبس هذيك الخميرة، تحبس ما تبقاش تزيد. هذا لكن الالوبيشا هذا تساقط الشعر بطريقه عينيه، هو في ماشي غير شعر الراس، هو كيبان الناس غير الراس، ولكن شعر الجسم كله بما في ذلك الحاجبين وما في ذلك اللحيه عند الرجال والشعر اللي في الصدر وجميع الشعر اللي على الفخذ وجميع الشعر في الجسم فين ما كان على اليد ولا شعر الجسم، يعني كل شيء الخلايا اللي كتخرج الشعر كتموت. فهنا كيبقى الاسباب غير معروفه، الاسباب معروفه. علاش غير معروفه؟ أسباب معروفة جدا، لأن نمط العيش ولأن التهور مع الصحة ولأن التهور مع نقص بعدي. فالأشياء كاين نقص كذلك، كاين تساقط الشعر اللي كيجي عن نتيجة نقص بعض الفيتامينات ولا الأملاح المعدنية، خصوص فيتامين يعني باء 6 وباء 12 حمض الفوليك وفيتامين سي، كيكون كذلك الزنك وكيكون بعض الاملاح المعدنيه اللي كتنقص منها الحديد، من الحديد كذلك. فهاد الاشياء اللي كتنقص من فيتامينات، حنا كنعرفوا الاظافر والشعار هي نقص في الفيتامينات، هي افيتامينوز، لكن هذه اشياء بسيطه، لان الشخص غادي يعاود ياخذ فيتامينات وغادي يرجع ليه الشعر ديالو، ولا غادي يعاود النقص ديال الوزن يمشي ولا شيء. ولكن الالوبيشا هذه يعني هذه الثعلبه، هذه الثعلبه ما كيعاودش ينوض الشعر، لما كاين جراحه اللي كيعاودوا يزرعوا الشعر كيبقى لي واحد المده، انه خا يزرعوه كيمشي عاود، يعني ما كيبقاش مده طويله. يعني وزرع شحال غادي يزرع الطبيب ديال الشعر؟ يعني كان عندك 60 مليون ولا 100 مليون شعر في راسك، صعب تلك العمليه. ويزرع شعر الراس ويزرع شعر الحاجب ويزرع شعر الشفار ديال العينين ويزرع والشعر ديال داخل الانف، لان الشعر ديال داخل الانف مهم جدا، والشعر ديال الاذن مهم جدا، لان الشعر ديال الاذن كيحب بس هذيك الغبار وكيحبس الاوساخ، والشعر ديال الانف هو اللي كيشد الغبار ما كيخليهاش تمشي للرئه، القصبه الهوائيه ما كتمشيش للرئه. الشعر ديال الانف مهم جدا، والناس الان ما كيردوش البال لهذه، وانا قلتها غير ما مره ان الناس يتهورون وانهم لا يعني ما بقاوش يعني كيتنبهوا لبعض الاشياء البسيطه جدا. كان طبيب كيفحص الحنجة
الحنجرة والأسنان بواحد المكبرة، وكيف حص الشعر الأنف، وكيف حص العين كيطلع عليه وكيطلع على الأذن. وهذه المسائل هذه مهمة أكثر من الإيماجري، أكثر من هذا السكانار وهذا الشيء اللي كيديروا. بعض المرات كيكون أشياء بسيطة جدا، الطبيب خصو يطلع على الأنف ويشوف الشعر شاب، بعض المرات كيبقاو كيشيب، بعض المرات كيشيب الشعر ديال الأنف قبل من الشعر ديال اللحية، وهذا الشعر ديال الأنف واش مازال ولا مشى؟ إلا مشى الشعار ديال الأنف غادي يكونوا أمراض، لأن الغبار كله غيدخل الرئة، من اللي غيدخل الرئة راه واصل الدم طبعا، هذه يعني ماشي هذا الشعار، هذا هو اللي كنسميو المصفات الفلتر. سبحان الله. نعم، هذه المصفات اللي كتحبس الغبار، لي زوبجي لورد، هادو لي زوب، هادو الأجسام الصلبة اللي كتكون كبيرة شوية، اللي كتكون مع البرد مع الغبار مع المسائل كلها. كيشوفوا الناس مثلا ملي كيدخلوا لواحد البلاصة مغبرة، انهم ملي كي يعني استنترو من الأنف ديالهم، ملي كيستنتر كيخرج منه واحد الوسخ، هذاك علاش؟ لأن الشعار كيشد هذاك الوسخ، ما كيخليش يمشي للرئة، وهذه راه حاجة مهمة جدا. حتى الريق ديال البشر، الريق هذا الصليفة خاص نعرفوا البي اتش ديالها، وخاصنا نشوفوها واش مره ولا لا، وخاصنا نشوفوا هذاك اللعاب كيفاش عامل، واش مخاطيه ولا لا، لان كاين بعض الفواصل الدمويه مثل الفصيل الدموي او مثلا ملي كيكثر من الالبان كيولي عنده واحد المخاط، كيولي النيف ديالو عامر، كيولي السينوزيت عامره، كيولي الحلق ديال القرجطه عامره، وفي الليل كيبقى داك السائل يهبط ليه من المعده. خاص الناس يعرفوا هذه المسائل، وهذه مسائل مدققه ان شاء الله ربما نتكلموا عليها فيما بعد ملي غادي نديروا الفصل الفصيل الدموي والبشره، غادي نتكلموا تاع البشره، لان البشره الصفراء ماشي هي الحمراء، ماشي هي العربيه، ماشي هي السوداء، غادي نتكلموا ان شاء الله على هذا الشيء. مازال عليه احنا، مازال ما طبعا ان شاء الله بعد عمر طويل ان شاء الله، 5% ولا 10% الناس، رغم اننا في الحلقه 106 ما شاء يعني الله. ماشي 106 من فئه ساعه، نعم يعني ما شاء الله، كميه كبيره شاسعه يعني. نعم، تقريبا هذا الثعلب مش غير قلنا ليس لها دواء، الناس يتحبطوا، لا ابدا، فهذه حقيقه لا يمكن ان ننكرها، ولا يمكن ان نكذب على الناس ولا نجاملهم. كاين بعض المرات نجاملهم في بعض الامراض، نقول لهم راه شي بس ما كاين رغد تعالج، نعم، ولكن كاين اشياء غادي يبقى، علاش؟ لان قلت بحال ما كباش ما يبقاوش الناس يقلبوا على العلاج، يبقاو يديروا اي علاج، لا من ناحيه الاعشاب ولا من ناحيه الطب يعني، واكثر من ذلك الا مشاو حتى خذوا بعض الاعشاب ربما تزاد الثعلبه. حس دكتور على صفحه الفيسبوك واحد السيده بدون ذكر اسمها، يعني قامت بالعديد من التحاليل، بالعديد من حتى لساعات النحل، حتى الحجامه، نعم، ولكن ما زالت هي هي. علاش قلنا الناس ما كاينش العلاج؟ باش ما يتهوروش، باش ما يبقاوش يعملوا اي علاج، حتى في غذائها غيرته. لا الغذاء، نعم، غادي يهلكوا رسوم الناس، غادي يهلكوا، غتبقى تقلب على العلاج، وغادا تعقد من هذاك تساقط الشعر، وغادا ترمي راسها للتهلكة، غادي تولي عندها أمراض أخرى. يعني خص الناس يعرفوا هذه القضيه. هنا ذكرت حتى بنيتها اصبحت ضعيفه. احسن طريقه هي الكلينس، هي غسل الجسم، ديتوكسيفيكاسيون، غسل الجسم. معنى غسل الجسم هو اولا الشخص يعمل بعد واحد نظام غذائي نباتي طبيعي. علاش كنزولوا اللحوم؟ لان ما كنضمنوش الجوده ديالها انها تكون طبيعيه. علاش كنزولوا اللحوم؟ اللحوم ما كان والسمك تاكلو، اللحوم لا نسمح بها ولا نناقش الامر باللحوم، لان لا يمكن ان نضمن نوع من اللحوم انه غادي يعني الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والمعزي، جميع انواع اللحوم باش نكونوا واضحين. سمك، هذا السمك تاكل مره مره سمك، الا كان نظام فيه خضر وفواكه الناس غادي نقولوا لنا راه كاين المبيدات، ولكن الاثار ديال المبيدات كنقولوا حنا دي تراس دي ريزيديو كنسميوه حنا ديال البيستيسيد، هادو غادي يكونوا دي تراس، ربما الا بقاو لنا غير هاد شويه ديال المبيدات، ولا كان حتى ترشيد مبيدات، حنا ما غاديش نسمحوا بالمبيدات وما غنقولوش الناس ياكلوا المبيدات، لا، ولكن لان الان السوق هادشي اللي فيها على الاقل يتفادوا الناس، وحتى المستهلك يضغط شويه على المنتج باش ينقص من هذه الكميه المبيدات، وخدت من يرتفع بس 5% ولكن ما يرتفعش 500%. كل شيء الناس دابا كيكذبوا على الناس، يقول لهم عندنا البيو، ما عرفش انا هاد البيو اللي جابو، انما السماد ما كاينش السماد بيو في المغرب، حتى الغبار ديال الحيوانات في البيستيسيدات ديال التمن ديال القمح اللي كيرشوا، بغاو الخبره، حنا موجودين، بغاو يبقاو ماركتين، ولكن بيو ما كايناش. ويعني ملي كنشوف مثلا منتوجات مستورده فيها سوجا بيو، انا كنتعجب، ما عرفتش انا هذه البيو هذه فين كاينه، هذا كذب على ما عرفتش انا فين كاينه، ما عرفتش الغرب فين، الا غير التلوث ديال الراديياسيون، التلوث ديال لي بروتون اللي كاينين في التراب ديال الغبار اللي كاين في فلادا سميتو عليه البولان، البولينيزاسيون، كروازمون ديال البولين، ما عرفتش انا هذه البيو منين جا، طاير في الهواء. انما لا قالوا بيو ب 10% و 20 نقبلوها، ماشي مثلا فوق 20% نقبلوها، وكلمه بيو ما خصهاش تكون في المغرب، نتكلموا على البلدي اللي مسقي بالماء البير اللي مديور ليه الغبار وصافي وكفى فقط. دابا الغريب انما الى زيد الثمن ديال الشيء ب 500 ضعف الثمن، لانه بيو
هذا انا لا اقبله فقط. دكتور الغريب انا واحد المفارقه كنلقاو مثلا هذه المنتوجات البيو تسقى بماء البير وما كنعملوا لهاش المبيدات، وكنلقاو الانسان اللي كينتج بالمبيدات وكيصرف عليها اموال، هذيك اللي بيو راه غاليه الثمن اكثر من هذاك السيد اللي صرف عليها الاموال. ما فهمتش انا علاش هذيك بيو غاليه مع العلم اننا ما صرفناش عليها حتى حاجه غير الزريعه، وذاك السيد اللي صرف يعني الاموال في المبيدات. لان المستهلك هو الذي صرف في هذا الفخ. نعم المستهلك هو المشكل ماشي المنتج. نعم اكيد، لان عندنا انواع الخضر الان في المغرب لا تحتاج مبيدات وعندنا الزريعه ديالها. لان البذور هاد الناس اللي كيقولوا بيوم منين جابوا البذور بعدا يوريونا منين جابوهم بعدا. نعم غادي يجيبوا البذور اولا هذا، ثم نعم منين غيجيبوا البذور ما عرفتش انا منين غيجيبوا البذور. هاد القضيه هذه ديال الامراض، من الثعلبه، من الذئب الحمامي، من مرض بيسات، من السرطانات، من الحساسيه، من الربو، من الكرون، من المسائل هذه ممنوع منعا كليا المواد الصناعيه على هاد الناس. نعم ممنوع منعا كليا، لا يمكن. الاشياء اللي ما يقدروش عليها الناس هما انهم نمط العيش ديالهم يردوا ليه البال، ما يتهوروش في التغذيه. هو الاسباب في هاد الامراض، ولكن اللي قدروا عليها هما كيبقاو يقلبوا على علاجات باهظه الثمن. نعم هنا فين كاين التناقض، كيخسروا الاموال يعني الباهظه زعما. انا ممكن هو يسوي الامر ديالو في داره، ممكن يتسوى الامور يعني ببساطه. اذا دكتور لو سمحتي غنقاطعك، رغم ان يعني انا جعلتك تنفعل. لان الكلينس، لان العلاج ديال الثعلبه ماشي علاج، لان هذه ضروريه للثعلبه. نعم. هو الكلينس يعني ديتوكسيفيكاسيون، الغسل. نعم. بالنسبه للاخوان الاطباء ديتوكسيفيكاسيون، اللي عندهم الثعلبه يديروا ديتوكس. نعم. ديتوكس معروف كيدار بالماء مفلتر ولا ماء معدني ولا ماء يعني مغلى ولا مصفى ولا ديستيلي، كيتعمل بالماء، بشرب الماء بكثره، وكيتعمل مجوجات طبيعيه وخضر طازجه مطحونه، عصير الخضر وعصير الفواكه والاوراق الخضراء والمسائل هذه، ويكون واحد النظام فيه الكلوروفايل، ولا بغاو يزيدوا بعض الاشياء مثل حمض الاوميغا 3 ومثل فيتامينات، علاش لا. اذا دكتور الا سمحتي، عندنا يعني ايمان تشير لي ان هناك مكالمه من خارج الوطن اظن من فرنسا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. معك سعدية من فرنسا. أهلا سعدية، مرحبا بك ومرحبا بالجالية المغربية الموجودة خارج الوطن، تفضلي. كان نوجه التهاني للحرة للجميع، لكل الطاقم المشرف على هذا البرنامج الناجح. نعم. وكان نحيي بحرارة فضيلة الدكتور محمد الفايد والأخت لطيفة. شكرا لك. فعلا جنود الخفاء، الجنود اللي دخلوا معركة هي كبيرة كبيرة بزاف هذا الوقت هذا. الله يبارك. وكان نوجه ثاني التهاني ديالي لجميع العاملين بهذا البرنامج ولإذاعة محمد السادس على الخطوط. شكرا جزيلا. وإليكم السؤال كالتالي، عندنا بنت في العائلة شابة ما شاء الله جمال، وإلا أنها تعاني من سقوط تام للشعر ديالها. ورغم المستوى فرنسا مشات بعيد في هذا المجال ديال هاد المسائل ديال هذا، لكن لحد الآن ما نجح معها حتى شي تجربة باش تعاود ترد الشعر ديالها. ودابا كان دخلنا الموقع ديال دكتور فايد وقرينا على هذا الشيء، ولقينا كيتكلم على الدوم بالنسبه للصلع، ولكن ما فهمناش. وكنا كنتمنوا بحراره ان الدكتور فايد يفيدنا في هذه المسائل هذه، وحتى ان البنت يعني تعاني نفسيا اكيد، وكتمشي للمدرسه بدره برغم انها لقات مشكل مره الاولى لو انا متهمه في مستوى الشابه في مستوى البكالوريا هذا العام ان شاء الله. مشكل في ارتداء الحجاب. نعم داخل دابا كيسحبوا حجاب وين فهمهم، وانهم ممكن ينتميوا لعائله متدينه ما شاء الله. نعم. وعلى قدر من التربيه والعلم والدين ما شاء الله. ودابا بغينا نشوفوا نستفتيوا فضيله الدكتور، واش كاين شي علاج لهذه الحاله هذه ان شاء الله، وشنو الطريق وكيفاش. إذا مرحبا بك سعدية من فرنسا، واهلا بجميع الجاليه الموجوده خارج الوطن. شكرا لك. تحية طيبة بهذه المناسبة لكل مغاربة العالم، احنا سميناهم مغاربة العالم. نعم. جلهم في فرنسا وفي كندا، لان بحكم اللغه يعني. نعم. في بلجيكا عندنا، في هولندا عندنا علماء، في المانيا عندنا علماء، في كوريا عندنا علماء، في اوكرانيا. نعم. عندنا علماء في استراليا، عندنا علماء في اليابان، ما شاء الله يعني. تحيه يعني لكل مغاربه العالم، والحمد لله باقي متشبتين بهويتهم. نعم. انت سمعتي الاخت سعديه تقول لك عائله متدينه. نعم هذا شيء محمود وجميل. ويحبون. نعم. المغرب.
نعم. يعني انا كاع دابا المغاربه اللي كنت راسل معاهم على صفحه الفيسبوك وعلى كلهم يحنون الى الوطن ويحبون أكيد. الوطن واحد حب عميق وحب شديد وهذا تيتجلى وخا العيش ديالهم تما مازالين طبعا نعم. مغاربه مسلمين الحمد لله. هذه البنيه هذه تاخذ بعض المنتوجات للمضادات حتى ولو شريتهم من الصيدليه ماشي نعم. مشكل كمكملات بحال المضادات للاكسده تشري نعم. كبسولات ديال المضادات للاكسده نعم. كاين عندهم في فرنسا بحال غذاء الملكات رويال جولي هادو جولي رويال نعم. عندهم غذاء الملكات كتباع في يعني هادو دي زامبول نعم. قنينات زجاجيه نعم. تاخذ مع الجنزين تاخذ يعني هذه غذاء ملكات وتاخذ بروبوليس عندهم فرنسا بروبوليس مسائل تاخذ سائل احسن وتاخذ دي بولن عندهم بولن فرنسا جيد فري يعني فريش وتاخذ الكلوروفايل كاين الكلوريلا كاين سبيريلا السبيريلينا هذه واحد طحالب بحريه نعم. هادو كل منتوجات موجودين كيتباعوا عندهم في فرنسا في الصيدليات تاخذ الحمض الاوميغا 3 البروبوليس غذاء الملكات نعم. بولن فريش بولن الا كان نعم. طري وتاخذ يعني الكلوريلا سبيريلين تاخذ الكلوروفايل تشري كاع الكلوروفايل نعم. هذه منتوجات جيده ثم بعد المعادن اللي مزيانين لها بحال فيتامين سي تاخذ حمض الفوليك حمض الفوليك ما محتاجهش انا موجود في القطاني والخضار موجود بكثره حمض الفوليك ماشي مشكل لكن الا تناولت شويه زنك تاخذ شويه زنك مع فيتامين ب 6 يكون جيد. هذه الطريقه هذه تعملها وتعمل رياضه وتعمل صونا تعمل رياضه وتعمل صونا والاكل دير واحد الشراب هاد البنت هذه جميع ماشي غير هاد البنت حتى في المغرب الا الناس عندهم هاد المنتوجات ولا حتى في جميع المناطق العالم يعني نعم. هذا يعني هادو ياخذوا شراب كما قلت يعني قبل قليل عصير الخضر عصير فواكه طريه كثروا من عصير الخضر عصير الفواكه ثم ياخذوا هذا الزعفران الحر شعره صفران زعفران شعره يشربوه نعم. تقريبا 0.5 غرام في اليوم حتى نعم. الغرام ماشي مشكل ماده طبيعيه يروى غالي شويه باهي الثمن ياخذوا هذا الشراب ديال الزعفران الحر مع الماء إلا زادوا معاه الكركم جيد الخرقوم بلدينيت الكركم نعم. باش ياخذوهم بجوجهم وحمض الأوميغا 3 إذا كانوا يأكلوا سمك جيد زراعة الكتان جيد اللوز جيد القرقع جيد كل شيء هذه الأشياء مزيانة ثم هذا الزعفران هذا الزعفران هذا إذا كان يديروا به واحد الطلاء على الرأس كذلك زعفران مع غذاء الملكات يتخلط مع شوية غذاء الملكات والبروبوليس نعم. ويعملوا واحد الطلاء ماسك على الرأس ديالهم ويخليه واحد ساعتين هذا جيد ان هاد المنتوجات كلها طبيعيه ما غادي انا ما عمرني عطيت وصفه وكنت وعدت الناس ما نعطيش وصفه ولكن كنعرف الحاله النفسيه ديال هاد الناس كنعرف نعم كنعرف الحاله النفسيه وكنعرف هذا استثناء هذا فلا باس غير ما يشريوش هاد المسائل ويعملوها هما وإلا لقاوها موجودة ما يشريوهاش لأننا كنعرف بأن شي وحدين دابا غادي يبداو يخلطوا يبداو يبيعوا للناس وهذا غادي يكذبوا على الناس علاش أنا قلت لهاد السيدة في فرنسا علاش لأن عندهم منتوجات مضمونة نعم يعني غذاء الملكات كيتباع في الصيدليات نعم عندهم غذاء الملكات كيتباع في الصيدليات عندهم حمض الأوميغا 3 كيتباع في الصيدليات وعندهم بروبوليس يعني وايتمنت كتباع المغرب موجوداش فيه المغرب بروبوليس سائلة غير موجودة وحتى إلا جابوها للمغرب هي ما غاداش تصلح الأشياء كثيرة علاش لأن ما غاداش تكون بنفس الطريقة الاعمال ديالها ما غاديش يعرفوا ليه الناس ليس اي شخص يعالج الان منتوجات النحل ليس اي شخص انا اقول ليس اي شخص والناس الان اللي كيستعملوا منتوجات النحل هم الناس لا يعلمون شيئا كاع في هذا الميدان لا يعلمون شيء ربما بعد لا 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 ساعة النحلة لا ساعة النحلة هذا تهور هذا تهور يعني كاين اللي يصحوهم بهذا لا لا ساعة حد الامريكيين استخرجوا سم النحل عندهم سم النحل خالص وما قدروش يحقنوه للناس الامريكيين عندهم سم النحل ما يمكنش احد الامريكيين يكون ما عارفين شي حاجه والناس الاخرين عارفينها لا يمكن من المستحيل ان الابحاث العلميه مشات حتى الحمض الفورميك اللي موجود في النمل وداروا بحث لان من قبل كانوا هذاك البلاج هذاك ليبيلاج ديال هذاك الشعر اللي كاينو في الساق حيت دابا الان كاين في الاسواق زيت النمل قال لك يحيد الشعر نهائيا زيت الفورميك ولا هو زيت النمل ماشي مستخرج من النمل غير تحيد حمض الفورميك علاش لان النمل عنده نسبه كبيره ومن قبل ما يتصنع حمض الفورميك ويكون على شكل صناعي كانوا ناس كيدقوا النمل وكيحكوا على الشعر تيزولوه به كان هذه الاستعمالات كانت يعني الناس كانوا يعني على علم نعم كانوا على علم وكانت هناك ممارسات يعني طبيه هائله ماشي يعني عمليه جراحيه اللي كدار على المخ يعني قبل عهد سيدنا موسى سبحان الله. عملية جراحية على المخ وعاش الشخص بها 60 سنة بعد العملية يعني ما عرفتش فين داروها ما عرفتش عندهم شي
يعني البلوك اوبيراتوار هذا المركب الجراحي ولا عندهم يعني الانستيزي ولا يعني هذه عمليه جراحيه عجيب. انشئت قبل الفراعنه وعاش صاحبها بعد العمليه. انا كيديروا ذاك الكربون كيديروا داتاج يعني الداتاج ديال العظام, ولانه التحليل اللي تعملت في المانيا لقاو بان الداتاج ديال هذا العظم ديال هذيك الهرسه ديال الراس حيد العظم وعمل عمليه جراحيه للمخ ورد هذاك العظم, وهذاك العظم يعني الداتاج ديالو كيقول لان العظم جديد اللي غتكون باش يجبر هذاك العظم. التحليله ديالو الالمانيين كيشوفوا فين كاين الكسر وكيديروا التحليل ديال هذاك الكسر شحال من عام عاش بعد ملي مجبر. لقاو بان اكثر من 60 سنه باش عاش هذاك السيد من وراء العمليه الجراحيه. يعني من الناس يتحب لي مره دابا كاين تقدم, انا كانت حضارات يعني خصنا, وانا اؤمن بهذه الحضارات وانا اؤمن بها اشد الايمان, وانا اعلم بان الانسان كان اذكى مما هو عليه الان وكان اقوى. والقران يقول المسير في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه, كانوا اشد منا قوه وكانوا اشد ذكاء وكانوا اشد كل شيء. غير الانسان من قبل ما كانش محتاج قاع هذا العلم, كان كل شيء عنده متوفر, عنده الغذاء متوفر, عنده الماء, عنده الملبس, جلود الحيوانات, عنده المزايا, ما عنده صافي, ما عنده ما يدير بهذا العلم. دابا الان حنا محتاجين العلم. علاش؟ لان الناس بغاو يمشيو من قاره لقاره ولا بسرعه الحياه وخصهم الطائره, ولان خصنا القطار. شكون اللي قدر دابا يحج على رجله؟ لا ابدا. ما المغاربه اللي يحجوا على رجليهم بالالاف اللي يحجوا على رجليهم. المغاربه منهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه. فهذا هذا المسائل ماشي غير الشيخ الشنقيطي. والشيخ الشنقيطي كان لما يصل الى الكعبه كيتبرم الامام ديال الكعبه وكيعطي للشيخ الشنقيطي الدرس. نعم. وكان كيشد من هذيك الخرصه ديال الكعبه كيشد منها وكيدير الدرس هذا, وحضر الدرس ديال هذو اكبر المشايخ هذا ابن سيرين, وكان يبكي وسط الناس والشيخ الشنقيطي يلقي هذا الدرس ديالو هذا. لا نحن نعلم قوه المغرب, ماشي عاد غادي نقلبوا, نحن نعلم قوه المغرب ونفتخر بقوه المغرب, نفتخر بفقهاء المغرب ونفتخر بعلماء المغرب. هذا هو, ويعني ماشي يعني الافتخار بقوه بدون كما سميتوا عليها الافتخار بقوه, وكما كنقولوا يعني قولها ولا تخف. هذا المسائل هذه خصنا نعرف. ولذا ذلك هذه القوة المغربية وهذه الحضارة المغربية, هذا نمط العيش المغربي لا يوجد في الكرة الأرضية, هذا علم الاجتماع في المغرب لا يوجد. ما عرفش أنا علاش كاين واحد الطبقة باغا تطمس لنا هذا علم الاجتماع المغربي. هذه القضية ديال نغسلوا الضيف يدو ما كاين حتى في شي دولة, هذه خاصة تبقى هي طريقة جميلة. نعم نعم, ما يقدروش على ناس, هذه حضارة, هذه قوة. نغسلوا الضيف يدو بالطاس ويدو ديال الفضة, هذه نخوة وحضارة. ما عرفش علاش الناس باغيين يحيدوا العزاء والنعي, ما عرفش علاش الناس يعني ما تلاوش باغيين هادشي ولاو كيتكلموا عليه وكأنها اشياء متخلفه. هذه ما لا يقدر عليه الغرب. الناس هل الغرب الان يقدر على العقيقه؟ لا ابدا, ما يقدرش على العقيقه. وتجي 60 واحد يقول لهم عملوا حلقه تحلقوا 6 ترى العشاء جاي ولا راه الغدا جاي, ما كايناش في حضاره. هذه لا توجد في اي دوله, لا توجد الا في المغرب. نعم. ولذلك نحن نجب ان نفتخر بهذا البلد. الحمد لله. والمغاربه كلهم خاصهم يديروا الدعاء لهذا البلد كما الدعاء ديال سيدنا ابراهيم, ربي اجعل هذا البلد امنا. هذا البلد ديالنا ان شاء الله غادي, علاش؟ لان علاش المغرب امن؟ علاش؟ الدعاء ديال جدودنا كانوا كيدعيو لهذا البلد. وما زلنا ندعو. ان شاء الله. قبيله ذكرتي الحمامه البيضاء مدينه تطوان في الحلقه السابقه. نعم, تطوان العلماء اللي كانوا بعدا في تطوان, الناس قليل اللي كيعرف ان مولاي عبد السلام مات فوق حصاني, وان مولاي عبد السلام راه ما عندوش ضريح. لا. والقبر ديالو مسوي مع الارض, القبر الوحيد اللي ما عندوش الضريح, هذا هو مات فوق جواده يجاهد في سبيل الله. هذا هذا يعني قطب الفقيه هذا. يعني هذه المنطقه شو جميع مناطق المغرب والمناطق ديال مكناس مولاي ادريس والمناطق هذه ديال من جهه تازة, يعني هذو البرانيز ديال تازة, كان المناطق كانت حافظت القران, ومنطقه سوس حافظت القران في منطقه سوس, وكاين في الاطلس فوق. يعني هذا 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 المغرب الموروث مهد الحضاره. لكن مع الاسف الشديد يعني ديك الفتره الاستعماريه ما هذه المسائل ما تقالتش للمغاربه, وما قريناهاش الاطفال ديالنا في المدرسه الابتدائيه. وهذوك المدرسه الابتدائيه بدينا كنعاودوا لهم قصص من دول اخرى, وكنخليو قصص ديال المغرب. خصنا نقريو جغرافيه المغرب وتاريخ المغرب, وخصنا نقريو حضاره المغرب. التغذيه ديال المغرب الان لا توجد في اي دوله, لا في امريكا ولا القاره الامريكيه ولا حتى القاره الاوروبيه. والناس ولاو كيمشيو عاد فيجيتاريا في الدار البيضاء, كيدخلوا لريستو شينوا ولا ريستو انديا. نعم. لماذا؟ لماذا عباد الله؟ لماذا؟ لأن المغرب أرقى في كل شيء, وخصوص علم الاجتماع والتغذية كتدخل في علم الاجتماع. هذا المرض ديال الثعلبة, لماذا أقول هذه الأشياء؟ لأنه تهور في التغذية, تهور ماشي في التغذية, في نمط العيش. يجب ألا نتهور في نمط العيش. دكتور, رغم أننا في بعض الأحيان يعني تبحر بنا
طبعا بسفينتك الثقافية وعلمك الغزير يعجبني أنا يعجبني لا أبدا أبدا يعجبني رغم أن ببعض الأحيان الناس تحس بأنك خرجت على الموضوع ولكن وراء فائدة ويعني يعطي طبعا واحد المنحة للبرنامج والأفكار وشكرا لكم جزيلا يا دكتور أن يعجبني هذا الإبحار. إذا رغم ذلك سنأخذ مكالمة وبعد أن نتم الحديث عن الثعلبة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم الكريم؟ عائشة دار البيضاء. أهلا بك عائشة من دار البيضاء، تفضلي. السؤال ديالي نعم هو على ديك سميتها ديال سميتها فكريني فيها الثعلبة. ها؟ الثعلبة. أييه. تساقط الشعر. تساقط الشعر، واش عنده شي علاج؟ واش كاين شي أدواء ولا كاين شي حاجة من هذا الشيء؟ شي دواء العرب أو دواء ديال نعم. المشكل هو أن طبعا دكتور المجتمع المغربي كله يبحث عن الخلطات وعن الوصفات، ما رأيكم؟ فعائشة تبحث عن هذه الوصفات. علي احنا البرنامج ليس للوصفات ولا للخلطات لأن المشكل ديال ولكن قبل قليل دكتور أنتم أعطيتم ولو وصفة يعني صغيرة، هذا استثناء لأن كما قلتم هو مرض يعني ليس له علاج. نعم. ويجب كذلك أن نتصدى لهذه التربية الجديدة ديال الوصفات والخلطات بما في ذلك الوصفات الغذائية. يعني النساء كلهم لو كيتصنتوا لبعض الإذاعات وبعض الفضائيات يعني كيكون عندهم واحد قلم رصاص وورق وكيبقاو يقلطوا ينقلوا ومع الأسف الشديد يعني هذيك الأشياء الآن اللي كيسمعوها هي أشياء اللي غادا تمسخ لنا العادات الغذائية ديالنا. فهاد النساء هادو إذا بغاو يجتهدوا بغاو يديروا شي حاجة في المجتمع هو يطبخوا بالطريقة المغربية وأحسن ما يمكن يقدموه لهذه البلاد هو ينساو هذه الوصفات الغذائية اللي كيسمعوها وأن لا يسمح بالكتالوجات الغذائية ما خصهاش تكون في المطبخ. كيديروا على الشعر يعني علي وصفات على الرأس طبعا ما كنهضروش عليها أنا كسر ولكن كاين وصفات لا للعلاج هذا نوع الحلوى هذا نوع الفقاس بهذه هذا نديروا هذه علاش لأن غادي تشتت الثقافة الغذائية غادي يكون تشتات غادي يكون تشتيت هذه الثقافة الغذائية والنساء الآن إلا بغاو يكونوا نساء نيت وبغاو يعرفوا شنو يديروا أننا كنعرف أن النساء كيتحرقوا كيبغوا يقدموا أحسن شيء لا بغاو يقدموا أحسن شيء يقدموا الهربل والبركو كيشو السايكو يقدموا الكسكسو بالخضاري ويقدموا المرق بزيت الزيتون ويقدموا اشياء هكذا اما اننا نبقاو نقلبوا ونحطوا يعني حتى التلوث الان حتى القمامات الان ديال النفايات شرف الله وقدر السامعين الان ولا عندنا كثره النفايات لماذا عندنا كثره النفايات هذا مشكل كبير يعني حتى المسائل في الديور الان للنساء خصهم واحد الكميه كبيره الماء باش يغسلوا غير الصحون عندنا تبذير في الماء هذا الشخص اللي غادي يتغدى في 24 صحن أنا يعني خصو أولا واحد جوج ديال النساء باش يغسلوا هذوك الصحون ثم غادي يخصوا كمية ديال واحد نص طن ديال الماء ولا أكثر باش نغسلوا غير الصحون وهذا يدخل في التبذير الله سبحانه وتعالى يقول وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كان إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور فيجب أن نتفادى هذه المسائل في المجتمع لأنها من هنا كيبدأ المشكل نزيد نكمل الوصفات ما كاينينش لا تكلمنا ديجا بعدا تكلمنا على القضيه العشوب والقضيه ديال الادويه كاين الطرق الوحيده اللي كاينه الان هو بعض الهرمونات استعمال بعض الهرمونات ولا حتى حقن بعض الهرمونات وكاين جراحه ديال زراعه الشعر هذه اللي بغى يزين راسو يدير العمليه احنا ما نعرفوش اللي ما صبرش وبغى يدير شويه ديال الشعر خاص الانسان يتعلم يعيش بالمرض ديالو كيف ما كان دكتور ولكن اذا ما غير الناس نمط عيشهم هل نعم ممكن يكون حالات نبت الشعر ونبت بطريقة ضعيفة ولكنه نبت يعني حالات اللي كانوا اتصلوا بي انا شخصيا في 2006 وهذا الشيء على شكل ديتوكس ما خزنت على الناس والو غادي هاد الناس هادو داروا ديتوكس داروا واحد الكلينز وبقاو تياكلوا المنتوجات الطبيعيه خرجوا داك اجتهدوا في بعض الاشياء ولكن ماشي بقاو اللي سمعوها يحطوها فوق رسم يعني اللي علاش لان الجلد الان غادي حتى هو يتاثر وربما يتسمم هذيك الاشياء على الاقل ممنوع عليهم الكوسميتيك ممنوع على الناس اللي عندهم الثعلبه لا الكوسميتيك ديال الوجه ولا ديال الرجل ولا ديال الطبيب ولا شي حاجه الكوسميتيك ممنوع عليهم علاش لان غادي يكون تسمم ربما يكون الومنيوم ولا يكون كحول ولا اشياء غادي يتسمم الجسم وهذا التسمم ديال الجسم وكله هذا الناس اللي عندهم الالوبيشي خاص حتى الهواء اللي استنقشوه ما يكونش ملوث
لان تسمم عام علاش؟ لان المناعه الجسم اللي كتبغى هو طويمين، انت تكلمت يعني مناعي، مرض مناعي. فملي كتكون المناعه جيده في الجسم طبعا ما يكونش عنده مشكله. لكذا هذه السيده السعوديه اللي سالت من مدينه باريس، ولذلك نصحنا بهذه الاشياء هذو يدير، يعني من بغى تزيد يعني الكلينز كافي، ولكن ما غاديش ينبت الشعر في شهر وشهرين، لا ابدا، خاصه الصبر طبعا، 6 شهور واحد السنه باش الجسم بعدا يكون مزيان. وفوق هذا الشيء كله الحاله النفسيه الانسان يطمئن، بحال الرجاله ما عندهمش مشكل، ربما حتى بعد اللاعبين الكره. نعم. هذاك الحارس ديال الكره اللي في فرنسا كاين. نعم. ويليام هيغ. نعم. ويليام هيغ توا عنده هاد لالوبيشيا. نعم. كاين بعض الرؤساء، كاين بعض وزراء، كاين الرجال ما كيعطيوهاش اهميه. ممثلين. نعم. سينمائيين صعيب باش يكون عنده لالوبيشيا. نعم. يعني شوف مخرج الفيلم بعض المرات يبغي واحد بالشعر، وبعض المرات كيبغي واحد بلا شعر. نعم. كيبغي واحد فيه لالوبيشيا. هاد المسائل هذه كاين، راه كيلاحظوا الناس كيشوفوا في التلفزيون ما عندهمش عقده، كيشوفوا بما كيعيش. كانت عند الرجال ما كاين حتى مشكل، غادي يبان بصلع، لان الرجل خاصو يكون صلع، ماشي يعني طاخ، يكون محسن بهذا الشعر. اما عند النساء صعيب، ما كتقبلش عند النساء، ما كتقبلش. ولكن يحاولوا الناس يعيشوا بالمرض ديالهم عوض ما يبقاو يقلبوا على العلاج، وليس هناك علاج، وما غاديش يعيشوا حياتهم. كاين اللي عايش دابا 5 سنوات و10 سنوات كيقلب على العلاج، وهاد العشر سنوات راه ما عاشاش فعلا، مفتون، صافي مرت من حياته، مفتون، يعيش حياته ولو بالاليبيشيا والالوبيشيا ولو بالسرطان ولو بالربو ولو بامراض القلب والشرايين، يعيش بعد هذاك الشيء اللي قسم الله، باش ما يبقاش يبحث على العلاج، عادي بدا يعيش. كاين الناس اللي باغيين يتعالجوا عادي يبداو حياتهم، يعني عنده هكا نفسيا كترتب عنده هذه المسائل هذه، يعيش هذه الحياه ويدير الدعاء لله سبحانه وتعالى، ما ينساش الله، يدير الدعاء لله سبحانه وتعالى، لان نمط العيش ديالو يتغير، الحاله النفسيه ديالو ما يبقاش يجري ومزروب ومضعوق وياكل في اي وقت بعد الحاله النفسيه، لا ما ريحش الام. كاين بعض المرات هاد لالوبيشيا النساء كتعصبهم فعلا، كيبقاو يبكي وكيبقاو حزينات، كتخاف من الزوج ديالها ما يتعجبوش طبعا، لان الله سبحانه وتعالى خلق المراه بشعر طويل وخلقها للجماليه نعم. ولكن كيف ما كان الحال، فاذا كان عرض هاد المراه هذه لا مرضت، واش هذا الرجل هذا غادي يسمح فيها؟ لا، هذا ليس من حتى من الدين، ليس من الدين. صعيب، انا اقول صعيب، ولكن كاين نساء ماشي عندهم صلاح، كاين نساء زولوا كاع التدي، واش الراجل اللي غادي يطلع؟ لا يمكن، يعني احنا ماشي لذلك تكلمنا في الحلقه ديال رمضان، هذا رمضان السابق، تكلمنا على تكوين الشخصيه وقوه النفسيه ديال الشخص برمضان. نعم. رمضان كيعطيك قوه الاحتمال، وكيعطيك انك يعني تتجلد، وانك يعني تصبر. نعم. ويكون عندك قوه ديال، فربما العالم الغربي ربما يكون عنده هذه الاشياء، المراه تحيد الزوله ربما يتفرق معها. نعم. ولكن في الاسلام لا. أنا لا أظن، أنا لا أظن أن الشخص غادي تحيد زوج المرأة، أنا لا أظن، وأنا أستبعد هذا الأمر، باش المرأة تحيد التدي ديالها وراجلها يطلقها ولا يتفرق معها، أنا لا أظن. لماذا؟ ولا حتى يتزوج عليه، أنا لا أظن. دكتور سأقاطعك أنا ورغم أن كاين اللي تبتروا ليهم يديهم ورجليهم، كاين اللي تبتر ليهم يديهم ورجليهم ومازالين يعني عايشين مع 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 أزواجهم ومع أولادهم وهذه. حتى الرجل عندما تقطع رجله لماذا لا تتركه المرأة؟ لا يمكن. بالعكس عاد كتشبت به. اذا الرجل يجب ان لا يتركه اذا سقط شعره. نعم نعم. لا لا هو لا يتركها. انا كنعرف دابا الناس ما كنعرفتها الى حد الان، ما عرفت حالات طلقوا عيالاتهم، ولكن اذا كان هناك فبئس. نعم. فبئس. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى جعل بيننا موده ورحمه، ولا ان ميثاق الزواج هو ميثاق غليظ، ميثاق غليظ، ليس المراه تبان فيها عيب صافي، هذا ميثاق غليظ، يعني انك تصبر معها. يعني هذه السيده اللي كتعاني من الثعلبه دكتور. نعم. كنتمنى من الازواج 50% النفسيه ديالها بعدا من الازواج يرد لها المعنويات باش نعم وباش اكيد غيرجع وباش النفس ديالها تكون مطمئنه، الزوج يساعدها نفسيا، هذا ما ولا الدنيا هانيه وراه ان شاء الله، هذا ماشي طمأنة. إذا طمأنت المرأة وكانت مزيانة كان نمط العيش ديالها جيد يقدر يرجع يلبس شعرها. بعض النساء اللي اتصلوا بي أنا شخصيا. نعم. وبالغوا في هذه الحمية وبالغوا في النظام الغذائي وبقاو تقلبوا على علاج ليل نهار ولا إله إلا الله، ما غاديش يتعالجوا. أنا كنقول لهم ما غاديش يتعالجوا، خاص النفسية ديال الشخص تكون مطمئنة. نعم. أن العلاج لا يضمنه أحد، كاين اللي تيتصل يقول لي انا درت هذا الشيء وما شيء، ما ضمنتش لك العلاج، لا يضمنه الا الله سبحانه وتعالى، ويدي الموشفة. هذه اسباب للعلاج واسباب لتعيش جيد ومطمئن، ولكن نضمنوا لك العلاج نقول لك راك غتاخذ هذه وما يبقاش عندك هذا، هذا لا يمكن، واللي ضمن هذه فانه احمق. نعم اكيد. لا يمكن ان نضمن العلاج، حتى الطبيب، الطبيب لا يضمن العلاج. يعني العلاج بيدي، لا مهم، كاين اسباب، كاين اشياء علميه، كاين هذا يقول لي خذ الدواء، نعم هذا الدواء راك يصلح على هذه، نعم، ولكن يجب ان لا ينطق الطبيب بان العلاج سيكون، ولا ينطق بانه غيتعالج. لان هنا غادي يتجرأ الله سبحانه وتعالى يقول لي هذه الاشياء راه جيده لهذا المرض، صافي، وزيد معها الدعاء كما قال سيدنا عمر بن الخطاب لهذيك المراه اللي قالت لي هذه شهرين ولا اكثر وانا كان ادعو لي ولدي كان فيه جرب، كان فيه جرب، قالت لي قال لها اضيفي شيئا من القطران مع دعائك،
يعني دعاء نعم، ولكن قال اضيفي شيئا من القطره ما عاد في بقى هذاك السيد بقى تطلي ولدها صافي شفاه شوفي سبحان الله. علاش؟ لان نعم كاين حاجه ماديه، حاجه سبب يعني سبب العلاج نعم، ولكن مع الحاله النفسيه، الحاله النفسيه احنا في الاسلام كنقولوا الدعاء لماذا لا؟ لان الدعاء ملي كترجع لله ترجع الامور الى فهو قادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى واش خفى عليه هذا الانسان اللي نفخ فيه من روحه ويعبده وهو عنده 70 كيلو القامه ديالو متر ونص ولا متر 80؟ واش خفى على الله؟ لا ابدا. نمله لا تخفى على الله، ثم ورقه ميته تسقط من شجره لا تخفى على الله. فلماذا الناس هكا ينساو هذه القضيه دي؟ والله ماذا يقول؟ انا عند ظن عبدي بي، غير هذه كفى، انا عند ظني عبدي بي. في قلوبكم خيرا اكيد يؤتيكم خيرا. فهذه الاشياء الناس يتفادوا، وهذا انا كنتكلم على نمط العيش عموما في العالم والعصر ديال البشريه في الحاضر، انا ما كنتكلمش على حالات خاصه، ان هذه الامراض، هذه الثعلبه وهذا الليبيس يعني الذئب الحمامي والثعلبه وهذه المسائل الامراض المناعيه كلها، منها حتى التصلب اللوائحي ومن الامراض ديال الجهاز الهضمي ومن السرطانات ومن الربو ومن الحساسيه من المسائل ديال العقم، هذا المشكل ديال الخصوبه اللي نقص عند الرجال. نعم. التكيسات الان غادي يكونوا مصنفين هما الاولين من 2015، غادي يولي التكيسات اللي كيست غادي يولي هما الاولين. نعم. يعني ومن بعد التكيسات غادي تتبعهم الامراض الباطنيه. يعني الامراض الباطنيه غادي تولي رقم 2، السرطان كان رقم 5 دابا غادي يولي رقم 7، السرطان غادي يتلاح. السرطان ماشي غادي يطلع يولي الاول، لا غادي يطلع غادي يولي رقم 13، لانه يعني السرطان واحد الوقت كان رقم 3. نعم. شويه ولا 4، العام اللي فات صنفوه رقم 6. امراض القلب والشرايين في الغرب هما الاولين، امراض القلب والشرايين نمبر 1 هما الاولين. ولكن من بعد غادي يولوا الامراض المناعيه رقم 1. نعم. ما غاديش يبقى امراض القلب، غتولي المناعيه، الامراض المناعيه. علاش؟ لان كاين 80 مرض مناعي، 80 مرض مناعي ماشي واحد، 80 مرض مناعي، الناس يلاه عارفين 3 و4. هذه الامراض المناعيه غتكون هي الاولى، الامراض المناعيه يعرفون الناس ليس هناك علاج، ليس هناك دواء. كاين اشياء اللي كتشويه كتخفض الالام، وكاين اشياء اللي كيعيش بحال كورتيكويدات. الامراض المناعيه كلها كيعطوا الاطباء، كيعطوا الاطباء كورتيكويد. علاش؟ باش داك الشخص ما يعيش في الام وما يعيش شويه في محنه، وكيف يخفوا عليه في التخفيف فقط. اما الامراض المناعيه الامريكا الان كتقول ليس هناك علاج، ولكن نمط العيش يساعد بأكثر من 60 و70% من العلاج. نعم. نمط العيش. نعم. ويعني والحالة النفسية ديال الأكل، ويرتاح الناس ووقف العمل ديالو ويرتاح ياخذ راحة. أما الناس اللي كيخدموا 24 على 24 ساعة وعقلهم خدام، كاين اللي حتى ذاك النوم ما باغيش ينام، كاين اللي كينام في السيارة، كاين اللي كينام في المكتب، كاين هذا لا، يعني يجيب الناس ياخذوا قسط من الراحة ويوقف حياته. علاش الله شرع علينا 5 صلوات؟ علاش؟ لنطمئن. باش يهلكنا. لا ابدا، باش نعم ليريحنا، باش على الاقل عنوقفوا 5 مرات في اليوم، عنوقفوا بعدا نوقفوا عن يعني صليتي ولا ذكرتي الله، المهم توقف. أكيد. هذا هو المهم. نعم. ثم لا ذكرتي الله يكون احسن. علاش؟ لان ملي كتكون تصلي كتنسى الدنيا وكتنسى المسائل الاخرى وكتنسى المشاكل. هذه فيجب ان يتعامل الناس مع انفسهم ومع صحتهم هكذا، يجب ان لا يتهوروا في نمط عيشهم بنفس المطمئنه يعني بديت بها، يجب ان لا يتهوروا. ولذلك انا قلت ماشي باش الناس يتحب طو، باش قلت ما كاينش العلاج. بالعكس انا قلتها باش الناس يتقبلوا المرض ديالهم ويتعلموا يعيشوا بالمرض ديالهم، وما تكونش الحاله النفسيه ديالهم مضطربه، خصهم يعرفوا بان ليس هناك كمال فالكمال لله. ولا قال شي شخص ما عندوش مرض يتصل بيا، ليس هناك شخص على وجه الارض بدون مرض ولا بدون نقص. ان علي الكمال لله سبحانه وتعالى، كل شيء غير كي اللي عنده مرض باين، كي اللي عنده مرض ظاهر، كي اللي عنده مرض ما باينش، كل واش عنده يعني، ولكن كل شيء الناس راه عنده مرض. كي اللي كمال لله سبحانه، كي اللي غير ما كيشمش اكيد، كاين اللي ما عندوش حاسه الشم، كاين اللي ما عندوش حاسه المذاق اكيد، يعني هذا كاين اللي ما عليين، هذه اشياء حتى هي داخله يعني الكمال لله سبحانه وتعالى. ان شاء الله كنظن ان الناس ما يتهوروش في نمط العيش ديالهم، ان يكون عيش طبيعي واكل طبيعي، وحتى هذيك المصاحيح ديال التسبين، الناس اللي عندهم الثعلبه يحاولوا حتى الشامبو يحاولوا ما يغسلوش رؤوسهم بالصابون، حتى بالشامبو يغسلوا بماء فقط، ويدهنوا بعض الاشياء بحال زيت الزيتون، اشياء هكذا جيده. ثم هذه المنتوجات اللي زدت على هو الكلينز كافي، ولكن اللي بغاو يزيدوا هذه المنتوجات يزيدوها، ولكن باش يبداو يكذبوا عليهم الناس، العشابه يكذبوا عليهم، يقول لهم راه عندي واحد الخلطه كيكذبوا فقط. الالوبيشا معروفه، الامريكيين تيقولوا ما كاينش علاج، ذير از نو واي، يعني كيكتبوها هي الاولى في الانترنت، غادي يدخلوا الانترنت غادي يلقى الالوبيشا ذير از نو. دكتور كما قلتوا بان الحاله النفسيه كتلعب واحد الدور، ويمكن يكون هذاك هو العلاج. أكيد. لنا ان شاء الله.